اهلا بيكم في سي بي اي سلاك كوميونتي. النهارده سبتمبر 5 ماندي ليبر داي دايز اوف. هنتكلم النهارده شويه ردشه عن سلاك كوميونتي وايه المفترض هيحصل فيها وايه اللي هنكون اكسبكت منها وازاي نقدر نعمل نستفيد بالكوميونتي دي ونقدر نعمل اكتر للانترستين، لان الهدف الاساسي من الكوميونتي دي مش ان احنا نقعد ندردش وخلاص، او مش ان انا اشتغل فيوتشر كونتاكت بس، يعني حتى نشوف ناس معظم اللي بيدخلوا عشان الفيوتشر كونتاكت، ده مش المفروض يبقى ده الواقع. المفروض ان انت يبقى عندك اكتر من انكم ستريم، ما تعتمدش شغلك كله على فيوتشر كونتاكت بس، ولا على فوركس ولا على توب شيب، اعمل كل حاجه. وده الهدف من الكوميونتي اصلا. ان عندنا في دروب شيبنج في خالد موجود، الراجل يعني بصراحه عامل جريت جوب بصراحه. يعني بشكره تاني، معاه معانا ولا شغال معانا؟ لا معانا يا خالد؟ اه معانا. الراجل عامل يعني شغل رائع بجد، ومن الناس المحترفين جدا في شغلهم. يعني انا بشتغل دروب شيبنج بقالي اكتر من 9 سنين تقريبا، نادرا ما شفت حد عربي بيعمل هو بيعمله. فانتم عندكم معاكم حد شاطر قوي قوي، يعني انت لو بس فول هو بيعمله يوميك على الفاضي. فلازم يبقى عندك بلان الفتره الجايه. دلوقتي احنا خلاص الاجازه خلصت، نشتغل بقى. طب هنشتغل ايه؟ فيوتشر كونتراكت. خلاص انا بعت لي الديون كل يوم الصبح، موجوده من الساعه 10 لحد الساعه 9 10 وربع، ذاتس ات، خلاص خلصنا. كوبي ماي تريد، تدخل تفتح بيرسونال اكونت. طبعا لو انت عايز تشتغل في ماكس توب ستيب او ايبكس، يعني انت عايزه، بس انا افضل يبقى عندك بيرسونال اكونت بتاعك. افضل نو فويس. في حد بيقول نو فويس؟ مش سامعني يا جماعه؟ شهاب بيقول سوري سهيب سامع؟ في اعتقد ان انت عندك مشكله بقى في اللي عامل اميوت او حاجه. فالفكره ان احنا عايزين الفتره الجايه دي نركز جدا نركز جدا، يبقى عندنا بلان واضح. ايه البلان؟ انا عايز اشتغل دروب شيبنج، كلنا عايزين نشتغل ديجيتال ماركتنج. لو مش حد ديجيتال ماركتنج، يعني لو مش حد ديجيتال ماركتنج قوي ممكن تشتغل دروب شيبنج، فاين. عايزين نشتغل امازون، ده اللي انا همسكه اللي هحكي عليه شويه. وعايزين نشتغل ستوك ماركت تريدنج، ده اللي هيبقى برضه هتكلم عليه النهارده. وهانونس هانونس ميبي اوكي. الحاجه اللي عايز اتكلم فيها النهارده ان احنا الناس اللي بتشتغل، طبعا اللي بيشتغل فوركس وعايزين نشتغل فوركس. طبعا انا بقالي يمكن شهر ما بعتش سيجنال فوركس، طبعا ظروف مصر والقصص دي، بس هبتدي بكره ان شاء الله ابتدي تاني ارجع تاني ابعت فوركس سيجنالز، كل حاجه نرجع باك تو نورمال. بلس ان هيبقى في شخص مسؤول عن الفوركس تريدنج روم، هيعمل تريدنج روم زي انا بعملها كده. انت عايز دي تريد فوركس، مش انا بحبوش قوي يعني، هيبقى في تريدنج روم للفوركس. طبعا الفوركس بيشتغل 14 ساعه، مش بقى اوبن ومش اوبن، هيبقى ممكن يبقى في اي وقت انت عايزه. الجود نيوز تاني في الناس الفوركس ان احنا عملنا تعقيدنا مع شركه اسمها ايكوتي، دي فوركس بروكر، ناس محترمين جدا. ومعانا دلوقتي ما اعرفش هي معانا ولا دلوقتي، مش عارف، ما اعتقدش ان هي معانا في الزوم دي دلوقتي، بس هتبقى معانا، هي معانا موجوده في الكوميونتي. وهعمل فيديو مخصوص على موضوع ايكوتي وازاي تفتح موضوع حساب والقصه دي كلها. الميزه في ايكوتي اي دونت نو بري تشيك بقى، اعمل تشيك اميوت اللي عندك كريبتو او حاجه. الميزه في ايكوتي ان هما بيفتحوا ممكن 200 دولار، عشان انا لو افضل طبعا مبلغ ده الحاجه 500 اتليست، بس تعالى تفتح 200 تفتح. وعندهم سهوله في الايداع والسحب رهيبه، يعني انت ممكن تعمل ايداع بفودافون كاش، يعني ابسط موضوع بسيط جدا، كريدت كارد موضوع سهل جدا، السحب والايداع بسيط جدا. طبعا هيدوك لو انت عايز تفتح ديمو اكونت الاول، افتح ديمو اكونت وبعدين براكتس وبعدين تبتدي تشتغل فوركس. رايي ان الفوركس احسن از سوينج، احسن من الدي تريد فوركس. الدي تريدنج فوركس يعني شويه اجريسيف لو انت مش عارف تعمل، لكن انا بفضل فوركس. انا بتريد فوركس سوينجز. انا بعت لكم مثلا لو بصينا مثلا في السيجنال اللي بعتناه اخر مره، طبعا هيبقى فيه لوج كامل موجود الاسبوع ده ان شاء الله، يبقى جاهز هنلوج فيه كل التريد اللي احنا عملناها دي كلها. فانا ببعت سيجنال بالمنظر ده، مثلا يورو اس دي باي، هتلاقي الانتري بتاعت الماركت غالبا يعني، وهبحط لكم ستوب لوس واحد، وده غالبا هيبقى تو ستوب لوس تو تارجتس. فانت ممكن تستخدم 1 ستوب لوس 1 تارجت او 2 اوكي. والسيجنز دي هتبقى ممكن تبقى يوميا، ممكن تبقى كل يومين، لانها التريد واحده ممكن تقعد يوم، ممكن تقعد 3 4 ايام، وممكن تقعد ساعتين. لو زوم تو اكسس كمبيوتر اوديو اوكي. فانا يعني يفضل دي مش تاخد منك حاجه، يعني انت لو فتحت
اكونت في ايكويتي او في اي بروكر انت عايز، هتاخد كل هتعمله هتاخد مني كوب ماي تريد، هتدخل على على اسمه ايه ال ام تي 4 ام تي 5 وات ايفر وتعمل تريد ذاتس ات. بس المهم انك تعمل تريد اكوردنج يور سايز. هو هعمل فيديو عن القصه دي، ان انت مثلا لو انت الاكونت بتاعك فيه 500 دولار وانا قلت دي الستوب لاس بتاعتك وده التارجت، فانت المفروض تبقى عارف الماكس لاس بتاعك قد ايه، وعن طريق ده ادجست يور لوتس. يبقى مثلا عارفين الماكس لاس بير تريد المفروض ما يزيدش عن 5%، المفروض يعني لو انت اجريسيف قوي 5% وده ده كتير قوي، فانت بتادجست الماكس لاس بتاعك على اساس ان هو على حجم اللوتس، بحيث ان الماكس لاس يبقى هو 2% اكثر. انت مثلا الاكونت بتاعك 500 دولار، لو قلنا حتى 5% انت اجريسيف يعني، يبقى الماكس لاس بتاعك 25 ذاتس ات. ممكن البروفيت يبقى 20 15 واي نوت، يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما تعمل 20 دولار في كل بنت هيخسر ايه؟ هتخسر ايه؟ ما انت بتربح 500 دولار. انت بتتكلم على لو عملت وتربح 500 وعملت 20 دولار بتتكلم في حوالي اولموست 20% ريتيرن انفستمنت، رقم رهيب. مع 4 5 تريدات في الاسبوع يا سيدي هتكسب 3 في الاسبوع ولا 2، اديك عملت 50 60 دولار بال 500 دولار بتوعك انت قاعد مش حاجه. يعني مش تاخد معاك 3 دقايق. بس طبعا ما تاخدش تريد وتاخد مثلا ماكس لوت مثلا والماكس لوت بتاعتي يبقى مثلا 400 دولار الاسيت بتاعك 500، انت كده بتهرب جامد، فما ينفعش تعمل كده. واتش الفيديو اللي هعمله على ازاي تريد فوركس، ازاي كوبي ماي تريدز فوركس، وازاي تادجست يور ان يور ماكس لوت على حسب الاكونت سايز بتاعك على حسب الريسك مانجمنت، هو ده المهم. فادي اول حاجه. يبقى البلان ان احنا الصبح هندخل في فيشا كونتكت تريدنج روم معايا، اعمل تريد كوبي ماي تريد اوبن بيرسونال اكونت، افضل مش عايز اشتغل مع ان ماكس توب ستيب ايبكس اللي انت عايزه. وطبعا فكره الارن لو هتشتغل مع ان ماكس او اي فاندنج فيرم لازم تبقى واخد بالك قوي من من الماكس ثرو داون والسايزنج والقصص دي كلها. بقول تاني يا جماعه، اللي بيترد 50000 دولار مع ان ماكس او مع اي شركه وبيترد اي ميني بيهرب بيريد، هتخسر الاكونت بتاعك اي جارانتي يو لو عملت ايه، ولو جيت فاند هتخسره مش فيها كلام. عايز تريد مع ان ماكس او شركه فاند 50000 تريد مايكرو، ممكن ما تعديش في شهر، بعد شهرين ثلاثه اتس اوكي، ادفع اشتراك بقت رخيصه الموضوع مش غالي اتس فاين. ورايي ان انت الاول تشتغل ايه، رايي يعني ان انت بدل ما تشترك في ان ماكس الاول او اي شركه ثانيه، جرب الاول على ديمو، عدي الايفالويشن ده مره واثنين وبعد كده تحط فلوس. ده رايي الاقتراح الاولاني. الاقتراح الثاني واللي افضله انك تحوش فلوس وتفتح اكونت بيرسونال رينج تريدر اتس ب 500 دولار وتكوبي ماي لو انت عايز افيليت، يا ريت طبعا يفضل يعني. بس يعني طبعا الكورس فيه لسن موجود ازاي تتريد الاكونت ب 500 وازاي تكبره موجود فيه كل حاجه اكونت سايز بتاعك ايزي اوكي. يبقى الصبح هتريد فيتشر كونتراكت وبعدين هتاخد مني فوركس تريدنج سيجنالز كوبي تريد دي تعملها على ميتا 5 وبعدين دروب شيبنج. دروب شيبنج مش عايز اقول هو محتاج 70 دولار زي ما بقول قبل كده، لان هو في النهايه برضو انت ممكن تهيت وينك برودكت، يس ممكن تهيت وينك برودكت اول مره مفيش مشكله، لكن السايكل بتاعت البيزنس عشان من الاخر لو جالك سيلز انت محتاج تدفع للورد بالكريدت كارد ثمن المبيعات، واستنى بقى لما سترايب يحول لك فلوس، ممكن تاخد اسبوع اثنين. انا بالنسبه لي تاخد نفس اليوم، عندي بيج بزنس من زمان فسترايب بحاول منه كل يوم لو عايز. نفس الكلام باي بال، انت مش هيبقى عندك الكيس دي، انت هتستنى اسبوعين ثلاثه ممكن شهر، لازم يبقى عندك ماني تشتغل بيه. ممكن برضو خالد يقول لنا ايه افضل ماني ممكن تبتدي بيه. انا اعتقد مثلا لو انت معاك مثلا يعني ممكن تسيب مثلا من 500000 دولار على جنب للبيزنس ده هتبقى نايس اوكي. عايز تبتدي ب 70 دولار بس تاني هتحتاج، لو انت عندك كريدت كارد فيها فلوس ماشي واي نوت، انت كده كده مش تخسر حاجه، كده كده لما يجي لك سيلز هتدفع بكريدت كارد. لو انت معاك كريدت كارد فيها شويه انكم يعني ممكن تشتغل بيها، تبتدي دروب شيبنج. تبتدي دروب شيبنج ازاي؟ بس فولو الراجل ده، ما بيبعت فيديو على برودكت، ما تاخدش برودكت امياني بس خد البرودكت اللي هو بيبعتها، اعمل دو اوم ريسيرش وابعت له تاني برايفت لو انت عايز، ابعت لك عشان اعمل زي اعمل ستور بتاعك جهزه ابعته له حطه على الجروب هنا، لو مش عايز حد يشوف الستور بتاعك اتس اوكي ابعته برايفت ونبص عليه وهيقيمه لك يقول لك اشتغل وابتدي نعمل اعلانات اوكي. اشتغل معاك اول برودكت تمام، تيستنج خلص، البرودكت نجح تعمل سكيلينج، ما نجحش كده تشوف غيره. ممكن تعمل لنفسك او تعمل كده زمان، ممكن تعمل لنفسك مثلا تقول انا هتست مثلا برودكت لو انت عندك بادجت، او هتست برودكت في الشهر هو وان برودكت هجربه اشتغل ما اشتغلش في غيره الشهر الجاي بس
او مره كل اسبوعين على حسب البادجت بتاعك. بس لازم تصرف، على الاعلانات الفلوس المفترضه على كل برودكت عشان تبقى عارف ان انت في الاخر عملت اللي عليك وتماما. فيبقى عندك دروب شيبنج، هتست برودكت في الاسبوع او في الشهر زي ما انت عايز حسب البادجت بتاعتك. الحاجه الثانيه، لو انت هيت ويننج برودكت ما تنامش بقى، يعني كده كده في النهايه البادجت هيموت مش فيها كلام. لو هيت ويننج برودكت ابتدى يجيب معاك سيلز ماشي كويس، ابتدي اعمل لنفسك برودكت ثانيه، اعمل اكسل شيت في برودكت جديده، اعمل سيرش ثاني، واي نوت. انت ممكن تكون معاك ويننج برودكت شغال كويس وانت بتست حاجه ثانيه، واي نوت يبقى عندك اثنين ثلاثه اربعه، واي نوت. يعني ما تستناش واحد بس تفرح بيه خلاص قاعد نايم حتى ما يموت، لا خلي البيزنس يمشي يعني. ده بالنسبه للدروب شيب. بالنسبه لي الستوك ماركت، ستوك ماركت انا هعمل كورس ده هيبقى اكسكلوسيف لسلاك، مش هيبقى لحد يعني اي حد، مش هي يعني اي حد في سلاك بس هو اللي هيشوف الكورس. ان هو هيبقى فرق بسيط جدا، كورس بسيط جدا. ولو انت ومعظم الناس اللي بيشتغلوا تريدنج في الفيوتشرز هيبقى عندهم يعني خلفيه عن الموضوع، مش صعب. بس افضل امتى؟ لو انت بصيت بس على الكورس بتاع الستوك ماركت الموجود في سي دي اي، يعني لو انت بس بصيت فيه عشان تعرف بس الفاندمنتالز تفهم القصه ماشيه ازاي. فافضل من تبتدي من دلوقتي تدخلوا على كورس الستوك ماركت، اعتقد كلكم عندكم الموجود في معظمكم واخدين باندل، وحاول تخلص كورس الستوك ماركت اللي هو برو بيجنرز. ده اللي هيحصل في كورس الستوك ماركت تريدنج، جاست جيف مي وان سكند، ان هنشتغل على حاجه اسمها شورت سيلينج، وهنشتغل على بروكر اسمه تريد زيرو. تريد زيرو ده موجود، هو شركه امريكيه بس ليها فرع انترناشونال، في ليها شركه، هي شركه امريكيه وفي شركه كنديه وفي واحده انترناشونال. الانترناشونال تفتح عليه في مصر، في الهند، في اي حاجه. ومينيموم اكونت 500 دولار برضه، مينيموم اكونت. الطريقه اللي هنتريد بيها شورت سيلينج ستوكس اند اوبن برضه زي نفس القصه بالظبط، بس هتبقى ان ادفانس. هندور اشرحكم في كورس يا باشا، احنا بندور على بسميها الهوت شيك او الـ ما اعرفش انت فاميلي مع الشورت سيلينج ولا لا، بس الستوكس لما في ناس كتير من شورت الستوك بيطلع جو اب، على فكره يكون على لارج شورتس بوش اب سكويز شورت الستوك بيطلع فوق. ده معظمهم بيبقوا سمول كاب ستوكس اللي هي الستوك من اول 2 دولار لحد 10. انا بحب الستوكس دي. اوكي، اللي انا بدور عليه ان انا الستوك يكون اوريدي هوت شيك سكويز اب، وانا عايز اشورت ده. ليها طرق كتير بعملها، هبعت لكم قبليها يعني الساعه بس 9 ونص الصبح، هبعت لكم قبليها ربع ساعه وثلث ساعه التيكرز اللي هنتريد عليها، اللي هو تيكرز يعني اسماء الستوكس اللي هنتريد عليها، واحد ممكن 3 4 2 وات ايفر، وايه الانتري وايه الستوب، وهتعملهم ان ادفانس قبل الماركت ما يفتح. مش زي الفيوتشرز يعني، مش هتكون ما تريد جو لونج جو شورت، لا احنا هنبقى عارفين الادفانس. هتحط الاوردر بتاعتك على تريد زيرو جاهزه بالانتري بالستوب اند ذاتس ات. الماركت هيت يور انتري او هيت يور ستوب هيت يور بروفيت ذاتس ات، انت مش محتاج تبص عليها حتى. ممكن يبقى عندك سكرين ثانيه تبص عليها وانت بتريد فيوتشرز، لان برضه انا عايز اعمل كده عشان ما اتلخبطش، ما نفتحش اشتريت فيوتشرز وستوكس وقت الاوبن. وانا دايما بحب الاوبن هو فولاتيليتي. نفس الكلام فيوتشر ستوكس، هنخلص تريد الساعه 10 10 ام ودن، 10 ام ودن، بروفيت لوس ودن سيم برضه تاني. واحد تريد هيبقى عندنا نفس الريسك مانجمنت 5% اوف تريد و2% اوف تريد، وهنعمل سايزنج اكوردنلي يور ريسك مانجمنت. فممكن تريد مثلا 10 شيرز 20 شير 30 شير، بس ما هشرح لكم ازاي تفتح بقى الاول. طبعا في بقى لينك للتريد زيرو، ازاي تفتح اكونت، البلاتفورم، لان هم عندهم تو بلاتفورم، عندهم واحده فري وعندهم واحده غاليه شويه 40 دولار في الشهر. لو ما عندكش اكونت اقل من 10 دولار، لو عندك اكونت ب 10 دولار خدها فري. طبعا ما تاخدش في حد يفتح 10 دولار. الفرق بين الاثنين يعني شويه ادفانس استراتيجي، انت قاعد ازاي ستوب ممكن، لكن ممكن تبقى بالفري. والميزه عندهم كمان هم عندهم موبيل فيرجن، ممكن تنزل اب على الموبايل وتاخد تريد على الموبايل عادي. دي ميزه حلوه قوي لما على الموبايل مش زي منجر. ده جزء. يبقى بنتكلم ان احنا هنتريد فيوتشرز اند اوبن، هنتريد ستوكس اند اوبن، هناخد فوركس تريد ديورنج ذا داي، هيبقى عندنا تيست دروب شيبنج ستورز. الحاجه اللي بعديها امازون. امازون
من البيزنس اللي انت لو عرفت تلاقي وينج برودكت هتعمل فلوس لا تتخيلها. وعلى فكره امازون هاسل فري غير دروب شيبنج. دروب شيبنج انت على طول محتاج تبص في الباكجز بتوعك بيعملوا ايه، ما اعرفش ممكن قصه والبرودكت ما اتشحنليش وجالي وبعت لي وكاستمر سيرفيس وقصه كبيره. امازون مش كده خالص. امازون انت لو لقيت برودكت كويس وشغال كويس انت خلاص انت امازون بيهندل الشيبنج، انت قاعد بتاخد فلوس بس. ممكن بقى تدور على واحد تاني تلاته. اه محتاج $5,000 في البدايه وممكن اقل، ممكن اكتر ممكن اقل سنه اتس فاين، بس ده يبقى عندك على الاقل يبقى انت جاهز. يعني دون ويست يور تايم ان انت مستني $5,000 اللي هم لو جم ممكن ما تبقاش واخد بالك. طب ما ابتدي من دلوقتي، ابتدي من دلوقتي. انت اوريدي لو انت عندك 9 to 5 شهر، لو بتخلص شغلك الساعه 5 ولا الساعه 6، قلنا تاني بقى الوقت ده مش وقت نوم دلوقتي. الايام الجايه دي funding company for ما اعرفش ايه funding company امازون ايه ما اعرفش ما بشتغلش مش عارف يعني ايه funding company. الحاجه الثانيه ان انت بقول تاني الايام الجايه دي مش ايام نوم بقى. يا جماعه احنا كلكم اجري، انا عايز بس ابعت ترامز اب كده ولا مسج على الشات. انت الفتره الجايه دي عايز تعمل فلوس ولا عايز تنام؟ سيريس بقى، عايز تعمل فلوس ولا عايز تنام؟ حد يرد عليك بقى؟ مش عايز يرد؟ تاني عايز تعمل فلوس ولا عايز تنام؟ مال ذاتس ات. عايز تعمل فلوس الايام الجايه دي ما تنامش معلش، مش بقول لك بس يعني معلش تعالى نفسك شويه الايام الشهرين ثلاثه الجايين دول بتعب يعني. بلاش بقى بلاش لو خروج كتير بالليل ما اعرفش ايه، حاول تنام بدري، حاول تظبط وقتك ويومك على البيزنس اللي هتشتغل. انت لو خلصت دروب شيبنج اوريدي كورس جاهز خلصته وعرفت كل حاجه، ابتدي من دلوقتي فولو خالد وشوف بيعمل ايه وشوف البرودكت اللي بيبعتها وهوم ورك وابتدي تست نيو برودكت. لو انت معاك فلوس في البنك مش معاك لازم تحوش، معلش تحوش بقى، ممكن تحوش من الفيوتشر كونتراكت بين فلوسك ومن شغلك الاساسي اللي بتشتغل فيه ده سمعت معلش لازم تنفست. اوكي لو انت ما خدتش كورس امازون ابتدي من دلوقتي بكره. انا بخلص شغل الساعه 6 بروح الساعه 7 بتعشى الساعه 8 يكون خلص، معلش هشتغل ساعتين في اليوم بالليل هشتغل هدرس امازون بس. ومش وخليك تدرس كورس، فكره كورس كبير جدا كورس امازون، كورس ضخم مش هياخد معاك، هياخد معاك اقل حاجه شهرين ثلاثه كورس كبير. خلصته انت بقيت ريدي خلاص، ابتدي بقى دور على ويننج برودكت على امازون، ابتدي دور على ايه البرودكت اشتغل عليه. وانا هكون معاكم في امازون وابتدي ابعت لكم ليست كل شهر بثلاثه اربعه خمسه برودكت بفيديوهات بكل حاجه تبقى جاهزه ان احنا ممكن تست في امازون. ذاتس فاين. الحاجه الثانيه احنا ممكن ندور على طريقه نشتغل بيها امازون ايجيبت، قلتها في الايفنت بتاعنا، احنا ممكن نشتغل امازون ايجيبت برودكت من مصر نبيعها لمصر. ما عنديش اكسبيرينس فيها قوي بس وانا كنت بتست يعني، ممكن انا في الجروب بتاع امازون ممكن ابتدي تست لحضرتك ويبقى عندك الباشن تشتغل. اوكي فانا بس عايز اعرف حاجه، الناس اللي معايا دلوقتي معايا 10 9 اولموست عندي حاجه 30 واحد في الميتنج في سلاك، تسعه بس اللي موجودين. اللي معانا كلهم يا جماعه كلكم بتشتغلوا حاجه واحده بس ولا بتشتغلوا اكتر من حاجه؟ يعني بتشتغلوا، انا هفتح المايك يا جماعه عايز اتكلم ممكن بس يزهق عشان عايزين ندردش نص ساعه جدا. يعني هل انت داخل الكوميونتي معانا عشان تتريد فيتشر كوبر؟ انا شايف كله رايح على فيتشر كوبر بس والدروب شيبنج. مستر ريد انا عاوز ابدا في الفيوتشر كونتراكت عشان بس يعني ايه زي ما حضرتك قلت في اول الكورسات، اول ما انا دخلت قلت ان الفيوتشر كونتراكت مصدر كويس ان انت تبدا ايه تجيب فلوس للبادجت عشان دروب شيبنج او امازون اف بي اي، فبس ده اللي انا مخليني ابدا في الفيوتشر كونتراكت. وديجيتال ماركتنج، ديجيتال ماركتنج لا صراحه لسه ما حاولتش. الاثنين مع بعض يعني ديجيتال. بص مش عايز يا جماعه تاخد التريدنج على انه مصدر انكم بكره الصبح او الشهر الجاي، ما ينفعش. تريدنج مهنه صعبه جدا جدا. يعني في ناس بتقول لك ايه يا مشكله تريد سهله، ما بعمل 1000 دولار في اتس نوت ايزي. مش صعبه عشان انت محتاج تكنيكال نولج ولا عشان انت عندك انديكيتورز، صعبة عشان هي سايكولوجي صعبة. فعشان تبقى ستيبل كونسيستنت تريدر هتاخد لك سنة. خلال السنة دي انت هتخسر وهتعمل، انت تاني بقول انت بتحط نولج لنفسك، نولج بزنس هتعمل منه فلوس وانت عندك 100 سنة وانت على الكلام.
فمحتاجه وقت، فمش عايز يدخل تريدنج يبقى مستعجل ان انا عايز اعمل فلوس بكره او الشهر الجاي او اعدي الماكس الشهر واعمل فلوس. ما تعملش كده، مش كده. وانت معاك، لو انت عايز تشتغل فيوتشر كونتراكت عشان تاخد منها فلوس تفتح بيزنس تاني، اي دونت، مش كده. ادي الفيوتشر كونتراكت وقتها. تريد فوركس فاين، تريد فوركس، او لو عندك 500 دولار افتح بيرسونال اكونت وضرب وكوبي ميت وانت بتتعلم. وبقول تاني، ما تعملش يعني ما تبقاش اعتمادك عليا اساسي، يعني ما تعملش تريدنج فيوتشر كونتراكت ورايا في التريدنج روم وهو ده حياتك على كده. لازم تتكلم على نفسك، لازم استراتيجي في الكورس سهله جدا وتريد في اي وقت. انت ممكن تبقى عندك تتعلم وتعمل فلوس في نفس الوقت. افتح اكونت 500 دولار مع انجل تريدر، ادخل معايا تريدنج روم، كوبي ماي تريد واعمل فلوس من الفيوتشر كونتراكت، حوش منها فلوس وانت تتعلم برضه يور اون واي. بس طبعا مش تدخل معايا في التريدنج روم تعمل فلوس تدخل بعد كده تريد مع نفسك بفلوسك تخسر اللي تعملته كله. في اول 6 شهور 7 شهور تريد مع نفسك ديمو ديمو لحد ما تبقى قادر فعليا عندك كونسيستنسي. مش في يوم هيت هوم ران عملت 1000 دولار وتريد فسختهم وريل كوست اب، ده مش شغل. لازم عندك كونسيستنسي. اوكي، فدي انذر بلان. ما عندكش ال 500 دولار تفتح بيهم بيرسونال اكونت دلوقتي وعايز تعرف ان ماكس او غيرها توب ستيب او تبقى تدخل معاك كوبي ماي تريد دو ات. بس تاني ما تستريتش اي ماني باكونت 50000 انا اعدي، مش هيحصل، هتخسرهم. فهتتريد مايكرو ممكن تقعد شهرين عشان تعدي، اتس فاين. الحاجه الثانيه ايرن ماكس ايبكس ليلو عم هيعمل منزلين كونسيستنسي رول، مش صعبه بقى. هتوصل للمرحله العقد اللي بيبعت لك بعد ما الجيت فاند سواء كانت ايرن ماكس او ايبكس ان هم هيبصوا على وانت مثلا انت عملت خدت كوت 50000 مثلا، اوكي عديت الرولز جيت فاندد تمام. بعد شهر عايز تسحب فلوس ارباح المينيمم اكونت بالانس اللي موجود عملته تمام، عايز تسحب ارباح، يقول لك هي موجود في العقد. اوكي، هيبصوا على اللوج بتاعك وهيقول لك ابعت لنا. هيبقى لازم اولا لازم طبعا خلال الشهر ده اكون عملت اتليست 1 تريد ا داي اتليست، وهيبصوا على سكرين شوت لكل التريدز بتاعتك خلال الشهر. لو لقوا ان انت يعني انت ما عندكش استراتيجي بتتريد عليها، مش حاجه ثابته، النهارده انا هتريد الساعه 9 الصبح اخد مثلا تريد دي لونج اخد دي شورت، اما تيجي اما نط في التريد دي اما اعمل تريد دي، مش هيدوك حاجه. ومش بس كده، هيقفل الاكونت بتاعك. دي ايبكس على فكره هتعمل كده، ليلو هتعمل كده، ان ماكس هتعمل كده، توبس اوريدي عملت. عشان ان في ناس سكامرز يدخلوا يعني يهيت هوم ران يعمل 2000 دولار مثلا في تريد 10000 دولار في تريد هو اصلا ما بيعرفش يعمل حاجه، وبقيت الشهر كله تريد مايكرو وان كله يقول لك اديني فلوسي. هو اصلا مش تريدر، هو جات معاه باي لك. هم مش عايزين كده، هم عايزين جود تريدرز، وده اللي بتكلم فيه. جود تريدرز انت بتدخل النهارده الماركت في وقت معين تريد عليه، انت عارف بتعمل ايه. هاخد مثلا بي 1 هاخد بي 2 هاخد بريك اوت وات ايفر. لما تبعت سكرين شوت وتشوف التريد بتاعتك اللوج بتاع خلال الشهر، تلاقي نفس الافرج واحد. الافرج ويننج واللوزنج بتاعك واضح وصريح. ساعتها محدش هيقدر يفتح بقه معاك، انت جود تريدر. ما انتش جامد. اوكي؟ فتاني الفاندنج فيرم هتتصعب الفتره الجايه. خصوصا في الموضوع بعد ما جيت فاندد هبقى اصعب، لان انت هم عايزين تاني، هم مش تشاريتي في النهايه. مش تشاريتي. يعني شفت مثلا ناس كتير عامل الحكايه دي وعايز وعمل كوست عايز 40000 عايز 10 دولار فيه. مثلا اشتري مثلا 5 اكونت دول طبعا مينيمم، بس مثلا اشتري 10 اكونت مثلا ده حسب التوكيل بتكسب وعمل بروفيت وعايز 3000 دولار بكل اكونت 30000 دولار 30000 دولار عمل. بس عمل ايه؟ هو زي ما قلت تاني جيت هوم ران باي لك نيوز اي حاجه. طب وبقيت الايام كلها بتبقى مايكرو وانا عايز فلوسي. طب مش عايز اسمها كده، مش جامبلنج. هم مش بيدوا فلوس في الهواء، هم عايزين حد عنده كونسيستنسي عشان هم يعملوا فلوس وانت تعمل فلوس. اوكي، مين تاني يا جماعه؟ خالد تمام يا خالد؟ خالد تمام ولا ايه؟ تبقى مش سامعني ولا مالكم فيه؟ طيب ممكن خالد بس تتكلم معانا شويه في موضوع البادجت بتاع فيرست برودكت تيست your experience.
ازيك يا مستر وليد؟ اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله، تمام الحمد لله. الموضوع البادجت، يعني هو البير مينيمم علشان اقدر اتست كذا برودكت $500، وطبعا يفضل ان كل ما يزيد يبقى افضل، يعني لان حتى لو لما الاقي برودكت هحتاج اصرف عليه، واحنا عندنا في مصر الفلوس بتتاخر على ما تجيلنا، من سترايب لبيونير للبنك في مصر هنا، فالموضوع بياخد وقت، فانا هحتاج اصرف من جيبي الفتره دي لحد ما الفلوس تيجي. يعني بتاخد لها من ساعه ما من اول ما الاوردر يتعمل لحد ما الفلوس تيجي حوالي 10 ايام، فانا بحتاج ان انا افلفل الاوردرز على حسابي واصرف الاعلانات من معايا في الفتره دي. فانت فعلى الاقل شايف كل كام ما مثلا مناسب تبدايه؟ زي ما قلت البير مينيمم 500، اراوند 1000 يعني، عشان اعرف ان انا اسكيل حتى لما الاقي وينينج برودكت. بس يعني وطبعا لو تاني، لو انت 500 عندك، المبلغ ده متاح في كريدت كارد، that's fine. مش محتاج صح كاش بالظبط، يعني. صح محتاج كاش تمام، فيه. كريدت كارد اي بنك كلها تصير. تمام صح، طيب خالد، عايز اسالك سؤال، هل انت بدات اتفضل. حاجه غير دروب شيبنج الايام دي ولا بس دروب شيبنج؟ انا لسه مخلص كورس الفيوتشر كونتراكت قريب، وبتريد ديمو دلوقتي. تريد ديمو. وانت البلان فاهم، بتاعك انك عايز تريد بيرسونال اكونت ولا تفتح ايفالويشن بتاعك؟ انا هبتدي في بيرسونال اكونت ان شاء الله. ده افضل كتير على فكره، برافو عليك، تمام، افضل زي كتير ما حتى لو حضرتك. مبلغ قليل مش مشكله. طيب ايه اخبار، عندك اي مثلا بلان تشتغل امازون الفتره الجايه؟ لسه ما ابتديتش في الكورس، بس انا عارف ان هو كورس كبير، بس هبتدي فيه من الاسبوع ده ان شاء الله. طيب ايه لسه اخبار الفوركس؟ لسه عايز الفوركس؟ الفوركس لا، مش في البلان الصراحه دلوقتي، او لسه قدامي الفوركس والديجيتال ماركتنج لسه قدام شويه، لان انا يعني شغال دروب شيبنج ولسه هبتدي فيوتشر كونتراكتس بعد كده امازون. فانا شايف ان انا ايه، مش هعرف اركز في اكتر من كده دلوقتي، فانا هركز فيهم لحد ما ان شاء الله يعني ابتدي ابقى متمكن شويه في امازون، واخش ان شاء الله على الديجيتال ماركتنج والفوركس والستوكس برضه. جود جوب. لا تاني بقول لك، خلي برضه تاني، احنا عايزين نبوش الناس معانا كلهم، كلنا يا جماعه لازم يبقى عندنا نفس المنتاليتي، ان احنا، وطبعا على فكره يعني مثلا ده هضيف الستوك ماركت كورس، لو في حاجه جدد الفتره الجايه جديده، بيزنس جديد جه اونلاين هعملها. يعني انا اي حاجه اونلاين، انا ان اف تي مثلا شغال فتره بس حاسس انها شويه ويست اوف تايم، العائد بتاعه ما زلت متخيلها، فمستني حاجه تانيه. فاحنا اي حاجه تجيب لك مور انكم ستريم، انا عايزك تعمل اكسل شيت ذا فيوتشر وتكتب فيه كل البيزنس بتاعك انت عامله، ودخلك كام في اليوم في الشهر. كل ما عندك انكم ستريمز بتزيد، كل ما بتحقق انت اقرب، يعني اقرب توصل للفريدم بتاعك. هتبقى قاعد على البحر بتعمل فلوس، وانت نايم بتعمل فلوس، تشتغل بتعمل فلوس، تنام اي مكان بتعمل فلوس، كل جاي من كل حته. ما تعتمدش على حاجه واحده، لا على تريدنج ولا على دروب شيبنج ولا بس جدا يا خالد. طب انت شكرا مستر وليد. ايه الاخبار، انت ليه مش معاك تريج يا خالد؟ ليه مش معانا في تريج يوم الصبح؟ مش فاكش يعني. لا لا، هخش ان شاء الله، بس انا كنت بسأل حضرتك على التريدنج روم بتاعت 2 بي ام و 3:30 بي ام، حتى برضه كان في ناس سألوني عليها، هترجع تاني ولا ايه؟ غالبا هرجع تاني. هي الفكره بس الماركت فولاتيلتي قلت فتره شويه في الثمانيه كانت قليله جدا، فممكن ارجع تاني معانا يعني، ممكن بوك تريد اول اسبوع ده ان شاء الله، تريد نفتح 2 بي ام 3:30 بي ام اجين. إن قول شاء تريد الله. لو جت، ما جتش بس تاني عايزين نركز قوي يا جماعه. طبعا انا هبوست فيديو النهارده على موضوع تريدنج استراتيجي اللي هشتغل بيها، او لو شويه عملت شويه، تويكس في موضوع البي كيو 1. ما اعرفش انتوا حضرتوا معايا اخر تريدنج روم ولا لا، بس البي كيو 1 بالنسبه لي في على الاوبن في الفيوتشرز هتختلف شويه. مش لو انا، لو هركز على طبعا البي كيو 1 فيرست تريد، بس لو فيرست تريد ما عملتليش قريب من الماكس لاس، لان الماكس لاس بتاعي 2 تريد، 2 تريد ماكس لاس. فانا لو بتريد 3 كونتراكتس، مش انا هتريد 3 كونتراكتس ستارت فروم تومورو، معنى كده الماكس لاس ده اراوند 1400 $1,000 في الماكس لاس بير داي. فانا عايز اعمل بيو كي 1 يكون قريب من الرقم، يعني مش عايز اعمل مثلا انا جايب مثلا $20 في بروفيت اقول ام دان، مش هينفع. لان لو عملت $20 بروفيت دان وحصل في كذا يوم ورا بعض كده، ويعني في يوم هيت ما ماكس لاس، هيمسح كل اللي عملته كله في اسبوعين ثلاثه. مش عايز اعمل كده، عايز اوصل لمرحله. طبعا انا كنت شغال الفتره دي نفس السيرش دي من الصيف اللي فات، كانت رائعه. فهنركز على بي كي 1 لو الماركت هيت اور تو تارجتس. لو الماركت هيت اور تو تارجتس، فيرست تارجت هيت، السكند 1 انا عامل 2.4 هيت، والثالث اللي هو التريلينج مش لاس
عملت مثلا اب تو 3 4 بوينتس ام دون ديس ابيو يور فاند. ما مثلا اوت 500 دولار في الرينج ده. لو التريد الاولانيه الفيرست تارجت هيت والسكند وان لوزنج وديورينج ذا تريد عملت ريفرس ستيل انا خرجت هبقى بروفيت على فكره اصلا ممكن 1 بوينت لان هو في النهايه الفيرست كونتاكت 2.4 والسكند لو لاست ممكن اوصل ممكن اوصل لاست 1 بوينت ستير اب 1.4 انا مش عايز ده مش عايز 1 بوينت فلو عمل ريفرس هعمل ريفرس لو السكند تريد دي طلعت نايس خلاص ام دون نايس تريد ام دون لو السكند تريد لوزنج انا عملتها ريفرس لوزنج هاخد 945 تريد هاخد 945 تريد and that's it that's it انا اخري 3 تريد هحط حد كان معايا في تريد روم زمان كان عارف ان انا ماي ماكس كان الصيف اللي فات يعني كان شوري شده اللي فات كان عارف ان انا ماي ماكس تريد 3 تريد that's it اخش اكتر من 3 تريد 945 تريد اي بقى كانت النتيجه اللي موجوده I'm done وده انا بتكلم على الار تي واي ما بتكلمش على كرود اويل كرود اويل انا في كرود اويل انا بي او كي 1 That's it. طبعا يا جماعه بقول تاني كرود اويل تريد مايكرو ان كرود اويل الماكس لاس لو هتريد تو كونتراكتس الماكس لاس بير تريد اراوند هيوج لاس اوكي فانت تريد 1 مايكرو 2 مايكرو فالماكس لاس 100 دولار او تريد 2 مايكرو سي مثلا 4 مايكرو لو انت عايز انا بتريد هبتدي تريد بكره هتريد 6 مايكرو اراوند 6 مايكرو الماكس لاس هيبقى حوالي مثلا يعني 600 دولار تقريبا بير تريد which is not bad لان في النهايه برضو انا ال crude oil at the open بيبقى very volatile. الحاجه الثانيه ابتداء من بكره ان شاء الله هبتدي اعمل احط على فيوتشر كونتراكت حاجه زي يعني انتوا فاكرين كنت بعمل على اليوتيوب احط على البريف دايما موضوع الماركت ريكاب بتاع كل يوم اللي بعده دي هخليها اكسكلوسيف بس لسلاك كبير فهعمل كل يوم فيديو صغير ماركت ريكاب ايه اللي حصل في الماركت النهارده ايه الاكسبكت بكره ايه اللي لازم نشتغل عليها وهكذا للفور ماركتس لو كان ار كيو اي اس ان كيو او واي ام مش عارف حاجه ثانيه جود نيوز برضه ان انا هضيف على الفيوتشر كونتراكت نيو ويف تريدنج اوكي مالهاش علاقه بال يعني ممكن تكون كايند اوف سوينج تريد بالفيوتشرز اسمها سبريد تريدنج هتسمع عن سبريد هتسمع عن سبريد تريدنج مش سبريد معناها ان انا باخد السبريد من البيد والاسك لا هي الطريقه دي تقريبا معظم الهيدج فاند بيستخدموها لو هيدج اللي انا ممكن مثلا اجو لونج يس واجو شورت ان كيو مثلا يا رب عليك ليها استراتيجي اشرحها لكم هضيفها على الكورس بس دي الفكره منها ان انا بحاول اخد بحاول ادخل الماركت واخد الفرق ما بين تو ماركتس ماشيين مع بعض اوكي هيدجنج لو انا مثلا وانا لونج يس وشورت ان كيو دي اس ان كيو موست لايك يروحوا مع بعض لو ماركت اتجاه واحد بس الفرق بينهم ليت سي مثلا هو الرقم 10 دولار مثلا الفرق بين ان كيو اي اس مثلا وانا عملت لونج اي اس وشورت اي وشورت ار تو شورت ان كيو مش هتفرق لو انا عملت لونج اي اس واي اس جو داون والان كيو جو اب ام ستيل ميكينج ماني فايس فيرس ممكن تلخبط شويه في الاول بس هي نايس واي تو ميك ماني ودي هتبقى يعني شويه ممكن تقعد 3 4 ايام فانت هتاخد تريد معايا ممكن لك مثلا جو لونج اي اس جو شورت ان كيو او جو مثلا لونج اي اس شورت واي ام وات ايفر وان مايكرو كونتراكت ذاتس ات واحده وتسيب التريد شغاله ومعظم البروكرز منهم رينج تريدر بيقللوا المارجن لو انت بتعمل هيدجنج انتوا عارفين طبعا ان انا عشان لو انا خدت تريد دلوقتي على رينج تريدر والساعه 4 وربع جت ما قفلتش التريد في حاجه اسمها مارجن ريكوايرمنت اعتقد ان 1 مايكرو الاوفر نايت اللي هي من 4 وربع دي لحد الساعه 6 اسمها اوفر نايت مارجن ريكويرمنت اعتقد انها حوالي 1000 دولار في مايكرو اعتقد ديورنج دي 50 دولار لكن الفتره دي 1000 دولار تقريبا مش متاكد ممكن تسال فيها الاي ماني لا ما عدت مش هتعرف دول حاجه لما بتاع ده بقى لازم يبقى هولد لان ممكن يعمل جاب اب جاب داون لازم يبقوا مأمنين نفسهم لما بتعمل هيدجنج المارجن ده بيقل جدا لان هو عارف كويس ان هو بتعمل هيدج انت عامل لونج اي اس شورت ان كيو فانت الموضوع بالنسبه لك بالانسد فانا هبعت ايميل للنينجا واشوف ايه المارجن ريكويرمنتس للهيدجنج لو كده مش محتاج تقفل بقى مش محتاج تاخد تريدز وتقفلها الساعه 4 وربع وتفتح الساعه 6 ممكن تسيبها شغال رن اتس فاين هكلمه واشوف موضوع الهيدجنج ده هيبقى ماشي ازاي هتبقى نايس واي تاني ان احنا نعمل انذر واي اوف انكم ستريم
هناخد تريد واحده، ممكن تريد تو تريدز ا ويك، ثلاثه تريدز ا ويك، ذاتس ات، وتسيبها وخلاص. اوكي، في حد يا جماعه عايز يقول اي حاجه او عايز يقول اي اضافه، فكره جديده، اضافه جديده؟ بلاش ندردش بس. هو بس عايز اسال، هو الاي تي ام استراتيجي بتاعت الام اي اس زي الام ان كيو؟ يب، بمعنى ثواني معلش تقول ايه تاني؟ الاي تي ام استراتيجي بتاعت الام اي اس هل اخليها برضو زي الام ان كيو؟ بتتكلم على اي استراتيجي؟ الايه؟ بتتكلم على اي استراتيجي؟ الاي تي ام اللي حضرتك شرحها على اليوتيوب، حضرتك شرح للار تي واي والاي اس. لا ما بشتغلش، ما بشتغلش الـ NQ Summit Hub، ما بشتغلش الـ NQ Summit خالص خالص، ما بشتغلش NQ at the Open نهائي. NQ اللي ممكن نشتغلها Price Action، اوكي، اللي هي Price Action بتاعت Breakout أيًا كان، لكن ما بشتغلش NQ at the Open خالص. It's too crazy for me. طب بس سؤال تاني بس، عشان في حاجة في الرولز بتاعت إير نفس مش فاهمها. هو إيرن ماكس حاطط في الاكونت بتاع 50,000 10 كونتراكتس او 20 مايك، ده في اليوم الواحد ولا ده الماكس بير تريد؟ بيرن، تمام، مش باليوم، بالبير تريد يعني ماكس كونتراكت تاخدها بير تريد 10 ايمينيا و20. تمام، اي سؤال تاني؟ شكرا. في اي سؤال تاني يا جماعه؟ او حد اتفضل. احنا بكره هيكون في نعيد قوي بس معلش، عفوا انا صهيب حوران، انا لسه جديد اشتركت في السلاك. اسمك ايه معلش؟ صهيب حوران. صهيب، اتفضل. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. بكره راح يكون في تريدنج على اوقات ال 2 بي ام 30 بي ام بالروم. يا ممكن افتح تريد بكره 2 بي ام 30 بي ام يا. انا بس كل مشكلتي يا جماعه، انا بس يعني اللي بيقلقني من القصه دي ايه؟ ان الناس بيدخلوا 2 بي ام 3 30 بي ام بيخسروا اللي هم عاملينه مورنينج. انا مش عايز ده، يعني احنا لو عندنا نايس داي ان مورنينج خلاص بقى كفايه، يعني لو انت ميك بروفيت ان فيوتشر ان مورنينج ذاتس ات. هو ممكن مش لو انت ميس البورنينج تريد ادخل، ما بيعملوش كده، يدخل تريد تاني. لا انا ما بكون فاضي وقت الصبح، ممكن ممكن ما بكون افيلبل اول ما يفتح السوق. اوكي، بس 2 بي ام 3 30 بي ام دي اوبشن، يعني ممكن ما تلاقيش جود تريد. انا فكره ممكن نخليها بدل 2 بي ام نخليها 3 30 بي ام بس، هفكر فيها النهارده، لان 3 30 بي ام مور فاليبل. 2 بي ام ساعات بتحصل في بيج نايس موف، في بتحصل ساعات، لكن 3 30 بي ام الماركت قرب على الكلوز بيبقى مور فاليبل. فممكن ناخد نفتح 3 30 ونشوف اكتر ازاي، يبقى ناخد تريد ابدا اوبن وتريد على الكلوز، ده ميك مور سنس. يعني لان برضه انا مش فاضي، انا ما عنديش، يعني انا بعمل 1000 حاجه، مش هينفع افتح 3 ساعات يوم تريد مش بعد وقت الجامعه فعليا. فانا ممكن نفتح الصبح 9:30 وبعدين نفتح وقت كلوز 3:30 ونشوف لو جت جود تريد ممكن ناخد. اوكي، وطبعا كل حاجه موجوده في الباب. انت دي فيرست داي معانا في تريدنج ولا معانا قبل كده؟ انا بصراحه كنت من قبل بتعلم تريدنج من زمان، يعني من قبل سنتين وانا بتعلم تريدنج وبشتغل تريدنج اوريدي، كنت اشتغل على منصات ثانيه. انت اول يوم ليك معانا في التريدنج هو بكره ولا ما كنت معانا قبل كده؟ اول يوم. وخلصت الكورس كله؟ خلصت الكورس. عندي خبرة التريدينج، عندي خبرة التريدينج، بس بصراحة اشي كان مختلف شوي، يعني انا فيوتشر ما كنت اعرفها من قبل، يعني كنت اشتغل باينر اوبشنز. التريدينج واحد تريد ديمو ولا بيرسونال اكاونت ولا ايه؟ لا انا بصراحة بدي احاول مع ايرن ماكس بداية. يعني انت عايز اول يوم تدخل في تريدينج روم تتشرف مع ايرن ماكس اول يوم كده صح؟ بالضبط. ممكن انا اتبع خطوات مع حضرتك. ادخل بص مثلا، بص يا سؤال، ادخل تريدنج روم، اقعد اسبوع تريد ديمو بس. ديمو تاخد اكسبيرينس في تريدنج، تاخد سهوله في اكسكيوشن، تعرف تعمل ايه، خد راحتك، مفيش مشكله، يعني الوقت في صالحك. ولو عايز رايي، حوش فلوس وافتح البيرسونال افضل. في يوم ادفايس صبتي. طب بس سؤال صغير، هسه على البيرسونال اكاونت التحويل بيكون تحويل بنكي سهل؟ انا مشكلتي بصراحه بتعامل نينجا تريدر بقى، اتعامل معاه، حطيت اللينك بتاعه، كلمه في الايميل كذا حد، يعني في بتاع على 10 اكونتات معاه. انت عايش فين اساسا؟ انا بالاردن عايش. مش صعب، حواله بنكيه عادي، لو ماني واير ترانسفير واير
تحوله بالفلوس وتاخد ارباح نفس الكلام على نفس البنك اللي تحولته منه ايزي. فانت لو عايز تيبس ازاي تعملها اعمل بوست، اعمل بوست على الفيسبوك جروب وفي كتير فتحوا اكونتس فيساعدوك كتير سهل يعني صح. اعمل بوست لاش انه ايش اثر فيه يعني قول لهم انا عايز افتح بيرسونال اكاونت انجل تريدر عملته ايه يا جماعه. وانا برضو احاول اخلي حد، احاول اخلي حد من اللي فتح اوريدي يعمل فيديو قصير كده يشرح فيه عمل ايه بس الموضوع مش صعب. انت بتدخل على اللينك اللي موجود على البتاع بتعمل بياناتك عادي ايميلك واسمك ومعرفش ايه بتاع وبيطلب منك بيعمل بيبعت لك كويستشنير يسالك انت عندك اكسبيرينس. قول طبعا عندي اكسبيرينس لازم عندي اكسبيرينس من 3 سنين يعني كلام كده قول كده وخلاص. وبعدين هيطلب منك تفتح تبعت لهم الاي دي بتاعك طبعا باسبور بالانجلش طبعا واي حاجه فيها ادرس بتاعك ممكن مثلا فاتوره تليفون فاتوره كهرباء اي حاجه فيها اسمك وعنوانك بس. انت ممكن تعمل ده من دلوقتي يعني انت ممكن تفتح الاكونت معاهم من دلوقتي من قبل ما تعمل له فند يعني دي حاجه ودي حاجه. انت ممكن تفتح الاكونت معاهم تبعت لهم كل ورقه مطلوب وتجيت ابروفد والاكونت بتاعك يبقى جاهز انك تعمل له فند وقت ما انت عايز وقت ما انت عايز ممكن الشهر الجاي ممكن الشهر اللي بعده انت بقول لك الاكونت بتاعك ابروف هجي لك ايميل الاكونت بتاعك ابروف وادي ادي البنك انفورميشن بتاعتنا حولنا الفلوس على رقم على ادي البيان بتاعك وقت ما تبقى ريدي حول. ذاتس ات صراحة أنا هي مشكلتي بالتحويل. أنا من قبل كنت جود تريدر على الباينر أوبشنز أتوقع هي يعني هي تريدنج حلو كثير في الباينر أوبشنز وكانت سهلة بالنسبة لي ماشي على استراتيجية معينة وبكسب حلو منها يعني وبحول. كان طريقة التحويل عن بنك إلكتروني اسمه أدفانس كاش هذا البنك روسي أنا طلبت منهم بطاقة بقدر أسحب منها عن طريق البنوك الموجودة في الأردن بس بعد ما صارت مشكلة بروسيا بطل هذا الإشي موجود وصار صعب جدا السحب سحب المصارف وقفت تريدنج. لا نينجا نينجا مش مشكلة تحسحب معها خالص بريز. تمام شكرا شكرا جزيلا. أي سؤال تاني يا جماعة؟ حد عايز يتكلم في أي حاجة؟ في أسئلة تاني خالص؟ أوكي. فاحنا عايزين يا جماعه نخلي عايزين نعمل زوم ميتنج للسلاك كوميونتي مره في الاسبوع مش علاقه بال اور كورسز ان اور كورس هتبقى تقريبا هتبقى يوم 4 غالبا الساعه اعتقد هبعت التفاصيل النهارده بكره كتير لكن عايزين نعمل زوم مخصص ميتنج مخصص للسلاك كوميونتي بس نتناقش فيه ندردش فيه عملتوا وصلتوا ايه بروجرس. انا عايز ابوش الناس مش عايزين ننام مش عايزين ننام عايزين نبقى اكتب على جروب عايزين نبقى اكتب على الكوميونتي عايزين نحط افكار جديده لو عندك اي فكره جديده عايز تقولها عندك اي حاجه عايز تعملها بزنس جديد اي عايزين الفكره عشان تنجح لازم الناس جنبك يعني سيم مايند سيت ده الهدف ان احنا كلنا نشرح بعض كلنا الناس عايزين تنجح مش هيحصل احنا لو احنا مش ان شاء الله ذاتس ات يا شباب. فانا النهارده هحاول اعمل الفيديو الثاني بتاع احاول اعمل فيديو اي تي بي استراتيجي احطه على الكورس بتاع سلاك كوميونتي عشان تقدروا تدخلوا تشوفوا ايه اللي ممكن ازاي تتريد على الاي تي ام استراتيجي في الدنيا المشتركه النهارده ان شاء الله بكره بكتير ان شاء الله. اوكي سي يو اول تومورو ات 9 سوري 8:50 الساعه 9 ل 10 ايسترن تايم. اوكي سي يو.